طريقة فنية استخدمت لرسم المواضيع التصويرية على جدران المباني بأنواعها إن كانت دينية أو مدنية. وقد عرفت هذه الطريقة في سوريا قبل الإسلام بقرون عديدة وسنوات طويلة، وقد عرفها بدورهم أيضا المسلمون ونفذها الفنانون السوريون في العصر الإسلامي على العديد من العمائر التي تنسب لهذا العصر. هذه الطريقة نفذت بها الرسوم عبر أسلوبين. الأسلوب الأول هو الذي كان يعتمد على وضع الزخارف على الجص الرطب، أي قبل إتمام تفاعله الكيميائي، حيث كان يمد الجص على السطح المراد تنفيذ الرسوم عليه، ثم تلون الموضوعات باستخدام الألوان المائية، أي قبل جفاف الجص أو الطبقة التمهيدية التي ستوضع عليها هذه الرسوم، وهو ما اتفق عليه باسم الفريسك أو الفريسكو. الطريقة الثانية كان ينتظر في هذا الأسلوب أن تجف طبقة التأسيس أو طبقة الجص أو الملاط التي ستنفذ عليها الرسوم، وبالتالي تنفذ الرسوم بعد الجفاف التام لهذه الطبقة باستخدام ألوان مائية جيرية. وكلتا الطريقتين شاعتا واستخدمتا عبر التاريخ، بالرغم من أن اسم الفريسكو شاع وكان هو الأسلوب المحبب والأكثر استخداماً قبل العصر الإسلامي وفي العصر الإسلامي أيضاً. قدمت لنا الرسوم الجدارية في العصر الإسلامي معلومات هامة عن طبيعة تلك القرون الهجرية الأولى، وقدمت إضافات الحقيقة كان من الصعب العثور عليها إلا من خلال هذه التصاوير. في العصر الإسلامي شاع التصوير، لكن كان له في القرون الهجرية الأولى صدى غير قليل. فمثلا في قصير عمرة، هذا القصر الموجود في بادية الشام، قد فاقت شهرة الصور الموجودة فيه شهرة القصر نفسه. هذه الصور التي كشفها العالم موزيل عام 1898، وقدم من خلال ما كشفه سفرا تاريخيا هاما. في تصاوير الفريسك في قصير عمرة نرى الموضوعات التصويرية تختلف بين صور لحيوانات متعددة، صور لنساء في وضع استحمام، وصور لرجال في أوضاع المصارعة وأوضاع ألعاب رياضية، وقدمت صور أيضاً لكائنات خرافية، وقدمت العديد الحقيقة من الموضوعات الزخرفية الموضوعة داخل أشكال منسجمة أو أشكال هندسية، إن كانت على شكل معينات أو مربعات أو مثلثات. هذه المثلثات والمربعات قد ملئت بأشكال مختلفة لحيوانات وتصاوير، منها مثلاً شكل لغزال، ومنها شكل لكائن يشبه الدب يعزف على آلة وترية أيضا تشبه الربابة أو القيثارة. كل هذه المواضيع الحقيقة عبرت عن تلك التأثيرات التي كانت ما زالت حاضرة في العصر الأموي، تأثيرات ساسانية تظهر من خلال أشكال الوجوه الشاخصة بوضع المواجهة لأمام الرأي، وأيضا من خلال التأثيرات الهيلينية الأخرى التي ظهرت بأشكال الرسوم
الأشكال رسوم الثياب الموجودة على الرجال الذين كانوا يتصارعون أو ينفذون الألعاب، وعلى أيضا بعض أشكال الكائنات الخرافية التي عرفت في الفترة الهيلينية ثم الرومانية والبيزنطية. لكن كل هذه التصاوير الحقيقة أخرجت بقالب عربي يتضح تماما من خلال السمات العامة لوجوه النساء، هذه السمات العربية الواضحة في هذه التصاوير. أيضا في قصير عمرة الحقيقة ثلاث تصاوير مهمة، من أهمها صورة البروج أو الأفلاك التي مثلت على القبة الداخلية للحمام ولحمام القصر طبعا قصير عمرة، وأيضا صورة الخليفة جالس على عرشه، والصورة الثالثة هي التي ارتبطت بسمعة عالمية هي صورة الملوك المهزومين، ستة ملوك يقفون باسطي الأيدي أمام الخليفة، وكل القراءات التاريخية أكدت أن هؤلاء هم ملوك العالم آنذاك الذين بسط الإسلام نفسه على أرضهم. في الواقع في القصر الحير الغربي أيضا تصاوير مشابهة من حيث التأثير ومن حيث الشكل، لكن في قصر الحير كانت المساحة أقل نسبيا، فبالتالي مثلت بتصوير مهم لسيدة تقف بوضع المواجهة تحمل إناء من الفواكه، وداخل جامع الحقيقة هذه الجامع مكنرة أو مؤطرة بحبات اللؤلؤ، ويعلو هذا الشكل الشكل الحلي لحيوانان خرافيان يعلوانها. وأيضا يوجد تصاوير مهمة لعازف مزمار، وصورة مهمة جدا لرجل يمتضي جواده الراكض ويقوم باصطياد الغزلان وغير ذلك. الحقيقة كل هذه الرسوم الجدارية الإسلامية حملت تأثيرات واضحة لرسوم سابقة على الإسلام، بها تأثير ساساني كما قلت، تأثير هيليني، وبنفس الوقت كان التأثير العربي عليها واضحا بالرغم من أنها كانت أكثر تحررا في وصف وتصوير الكائنات الحية.